اخوات كبار من ام تانية، وجدهم يبقى من اكبر الملحنين في مصر. صوته حلو ووارث موهبة التمثيل من ابوه، رياضي ووسيم، وبيقلد محمد رمضان وبيعشق اغاني راب. بيعمل ريفيوهات عن الافلام وخلى ابوه يعمل معاه تيك توك. الكلام هنا عن ادم ابن الفنان ماجد المصري. يا ترى ايه هي ابرز اسرار حياته؟ تفتكر علاقته باخواته من ابوه عامله ازاي؟ ليه الفنان عمرو سعد وش الخير عليه؟ هل هنشوفه بطل اعمال فنيه في يوم من الايام، ولا هنشوفه مطرب مشهور؟ التفاصيل دي كلها هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس اهم حاجه خليكم متابعين للنهايه. عارفين المثل بتاع ابن الوز عوام؟ اهو ده ينطبق بالظبط على ادم ابن الفنان ماجد المصري اللي معجون بالفن، يعني شاطر جدا في التمثيل وتقليد الفنانين وفي الغنى، يا عيني عليه، مشروع فنان جامد جدا قادم للساحه الفنيه. طبعا ادم وارث حب التمثيل والشهره من ابوه، وبيحاول على قد ما يقدر يشتغل اكتر على نفسه علشان خايف حد يقول انه دخل المجال ده بالواسطه او يقلل مثلا من تاريخ ابوه الفني، لدرجه انه بياخد ورش تمثيل مع مدربة مروة جبريل، ودي اسمها اشهر من النار على العلم في ورش التمثيل. لا وكمان ادم بيشتغل على صوته وبيتعلم ازاي يلعب على الالات الموسيقية، وده خلى تامر حسني لما عرف خده معاه في حفلة قدمها من فترة وكانت في مدرسة من المدارس، ووقتها وقف يغني معاه، وماجد المصري من فرحته طلع وشكره وقال له انت اديت ابني فرصة عظيمة انه يظهر معاك. واللي محدش يعرفه ان ادم اشترك في عروض مسرحية كتير، وكمان شارك في مسلسل بحر، والفترة دي بيصور عمل هيبقى فتحة خير عليه، وهو فيلم الغربان مع الفنان عمرو سعد، واللي هيبقى وش الخير عليه لانه اداله فرصة يكون في فيلم هيترجم ل 12 لغة عالمية. ادم بقى عارف ان الممثل لازم يبقى جان ومحافظ على شكله، علشان كده لا يمكن يفوت يوم من غير ما يروح الجيم. من الاخر هو رياضي وفي نفس الوقت وسيم قوي، والبنات على السوشيال ميديا بتتغزل فيه كمان. المفاجأة بقى ان ادم مش مكتفي بانه يمثل ويغني وبس، لا ده كمان عايش في دور الناقد الفني، وبيروح يحضر الافلام المصرية ويطلع على السوشيال ميديا يعمل عليها ريفيوهات ويقول ايه الحلو واللي وحش فيها، يعني عنده رؤية فنية مميزة جدا. بس بقى لو الفيلم للفنان احمد العوضي فبيطلع يقول فيه قصايد شعر من كتر حبه فيه وفي اعماله كلها. ادم بيعشق التيك توك وبيتعامل معاه على انه تلفزيون العصر الحالي اللي هيقدر من خلاله يعرف الناس بيه وبموهبته الفنيه، وعنده متابعين وصلوا ل 11,000 متابعه، وعلشان كده كل يوم بينشر عليه فيديوهات كتير، وبيظهر مره وهو بيغني ويرقص على اغاني راب علشان بيعشقها عشق، ومره وهو بيقلد نمبر 1 محمد رمضان. والحقيقه ادم ما عملش فيديو ولا اتنين عنه، لا ده اغلب الفيديوهات عنده عن محمد رمضان، شكله كده حابب يشارك معاه في اعمال فنيه. شايفين رغم كل الفيديوهات اللي بينشرها عنده الا ان كتير ما كانوش يعرفوا انه ابن ماجد المصري، غير لما نشر لي فيديو معاه من كام يوم عنده، وبعدها التيك توك اتقلب عليه وبقى ترند والناس بتتابعه. اما بقى عن علاقته باخته مهتاب واخوه احمد من ابوه، فهي كويسه جدا وبيحبهم، وعلاقتهم ببعض قويه لدرجه انك تحسهم انهم اخوات من الام والاب. واصلا مهتاب واحمد من عيله فنيه برضو، علشان مامتهم تبقى الفنانه المعتزله منى إشإش، وجدهم يبقى الملحن الكبير حسن إشإش، ده غير ان احمد شغال مخرج، ومش بعيد يحصل تعاون بين الاخوات كمان.